السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر لمادة إلهي. إن شاء الله هنستكمل كده سنة تانية النهاردة، أول درس في الوحدة الأخيرة عندنا في منهج العلوم، وهي التكاثر واستمرارية المياه. أول درس فيها اللي هو التكاثر في النبات، هناخد النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الأول. إن شاء الله بعد نهاية الدرس دوت هنقدر ان احنا نعرف يعني ايه مفهوم عملية التكاثر، هنقدر برضو نستنتج نوعي التكاثر في النبات، وهنقدر ان احنا نحدد جنس الزهرة عشان عندنا زهرة ممكن تكون مذكرة او مؤنثة او خنثى، هنشوف ازاي هنحدد جنس الزهرة. نبدأ كده اول حاجة مع بعض، بعض المعلومات اللي خدناها كده في ابتدائي الاول، ان هي العمليات الحيوية اللي بيقوم بيها اي كائن حي. أي كائن حي سنة تانية بيقوم بعملية التغذية، بيقوم بعملية النمو والحركة والإخراج والتنفس والإحساس، وكمان عملية التكاثر. كل العمليات اللي هم السبع عمليات الحيوية دول اللي موجودين اللي بيقوم بيهم الكائن الحي، دول كلهم يا سنة تانية بيهدفوا لاستمرار الكائن الحي. يعني الكائن الحي ما يقدرش إن هو يعيش بدون تغذية أو بدون حركة أو بدون تنفس. كل دي عمليات حيوية لازم هدفها كله ان هي استمرار حياه الكائن الحي، ما عدا حاجه واحده بس اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اللي هي عمليه التكاثر. طبعا عمليه التكاثر دي الهدف فيها كله ان هي بتحمي النوع وبتحافظ عليه من الانقراض، لكن لا يتوقف عليها حياه الفرد، لان لو ما حصلش عمليه التكاثر عادي الانسان هيعيش وهيكمل حياته، بس المشكله الوحيده اللي هي عدم استمرار النوع، ممكن يتعرض للانقراض زي ما اتكلمنا قبل كده في الترم الاول عن الانقراض. هنبدا الاول كده نعرف يعني ايه عمليه التكاثر. عمليه التكاثر عندنا هي عمليه حيويه بتهدف الى ضمان وبقاء واستمرار انواع الكائنات الحيه عن طريق ان هي بتنتج افراد جديده من نفس النوع عشان تحميها من الانقراض. يبقى دي مفهوم عمليه التكاثر. يبقى اهم حاجه واهم ميزه في عمليه التكاثر انها بتضمن لي بقاء واستمرار الكائنات الحية وبتحافظ عليها من الانقراض. طبعا احنا الوحدة دي متقسمة عندنا لجزئين، التكاثر في النبات والتكاثر في الانسان. تعالوا الاول كده نشوف التكاثر في النبات عندنا هيتقسم لنوعين. اول نوع فيهم اللي هو التكاثر الجنسي، وبنسميه تكاثر زهري. التكاثر الجنسي او التكاثر الزهري دوت بيكون عن طريق الزهرة، يبقى اهم عضو فيه بيكون مين؟ الزهرة. ده العضو المسؤول عن عملية التكاثر الجنسي في النبات. تمام، الزهرة دي، طب ازاي عن طريق الزهرة؟ لأن الزهرة فيها أعضاء تسكير وأعضاء التأنيث اللي مسؤولين عن عملية التكاثر الجنسي، ولازم عشان يحصل تكاثر جنسي لازم يكون فيه أعضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة، دول طبعًا موجودين فين؟ في الزهرة. النوع التاني اللي هو التكاثر اللاجنسي اللي بنسميه التكاثر الخضري. التكاثر الخضري دوت بيحدث عن طريق أجزاء من النبات اللي هي الأجزاء الخضراء اللي موجودة في النبات عدا الأزهار، لأن لو هي أزهار هتبقى تكاثر جنسي. بقى عندي نوعين من أنواع التكاثر، ممكن يكون تكاثر جنسي عن طريق الزهرة أو تكاثر لا جنسي عن طريق أجزاء من النبات ما عدا الأزهار. ده كده بالنسبة لأنواع التكاثر في النبات. تعالوا بقى ناخد نوع نوع كده ونتكلم عنه بالتفصيل. الحصة دي هنتكلم عن التكاثر الجنسي اللي هو التكاثر الزهري اللي مفروض إن احنا هنعرف إن أساسه كله هي الزهرة. لما التكاثر الجنسي يعتبر فيه الزهرة هي عضو التكاثر اللي موجود في النباتات الزهرية التكاثر الجنسي، فأنا لازم أعرف في سنة تانية يعني إيه زهرة. الزهرة اللي إحنا كلنا بنشوفها دي أو الورود اللي إحنا كلنا بنشوفها هي اللي مسؤولة عن عملية التكاثر في النبات كله. تمام، تعالوا نعرف يعني إيه زهرة الأول، ومن التعريف بتاعها تعرف بقى مكونات الزهرة وإزاي هي بتدخل في عملية التكاثر الجنسي في النبات. الزهرة عندي عبارة عن ساق قصيرة تحورت بعض أوراقها لتكوين أعضاء التكاثر اللي بعد كده هتكون البذور داخل الثمار. ده تعريف الزهرة. يبقى الزهرة دي عبارة عن ساق قصيرة تحورت بعض الأوراق بتاعتها عشان تقوم بعملية التكاثر. تعالوا بقى نشوف الزهرة دي أصلا بداية نشأتها منين وبتطلع إزاي وبتنشأ منين. منشأ الزهرة عندي لو جينا كده اتكلمنا عن الزهرة هنقول إن الزهرة دي بتنشأ من برعم. هنعرف دلوقتي البراعم اللي بتنشأ منها الزهرة، بس البرعم ده برعم زهري. طب طالع منين البرعم الزهري ده؟ بيخرج من إبط ورقة
بنسميها القنابة. هنعرف بعد شوية كده يعني ايه القنابة. يعني لو شفنا الرسمة اللي قدامنا دي، لو انا عندي ده ساق النبات وده عندي الاوراق، هنلاقي دوت برعم زهري، ودي البراعم الخضراء اللي موجودة في النبات. تمام. الزهرة بقى طلعت منين؟ طلعت من إبط الورقة اللي هي بنسميها قنابة. يبقى أول حاجة ده البراعم الزهرية اللي بعد كده هتطلع لي الزهرة. تمام. طب البرعم الزهري ده أصلا اللي هيطلع الزهرة جاي منين يا سنة تانية؟ جاي من إبط ورقة بنسميها القنابة. طب يا ترى يعني إيه القنابة؟ القنابة دي عبارة عن ورقة خضراء بيخرج منها البرعم الزهري. يبقى هي ورقة بيخرج منها البرعم الزهري، اللي بعد كده البرعم دوت بيكبر وبيكون لي الزهر. يبقى اهم حاجه كده سنه تانيه، احنا عرفنا دلوقتي ان الزهره دي عباره عن ساق اتحورت الاوراق بتاعتها عشان تقوم بعمليه التكاثر. طب يا ترى الزهره جت منين الاول؟ الزهره بتيجي من برعم زهري. طب البرعم الزهري ده جه منين؟ جه من حاجه كده اسمها القنابه، من قبط ورقه، الورقه دي بنسميها القنابه. ايه هي القنابه دي؟ ده عباره عن ورقه خضراء. خلاص بيخرج من قبطها اللي هي مين؟ البرعم الزهري اللي بعد كده هيطلع لي الزهرة. تمام. هنتكلم بعد كده عن حاجة اسمها النورة. كلنا بنسمع يعني ايه نورة؟ عبارة عن مجموعة من الأزهار بيحملها المحور. تعالوا كده نعرف يعني ايه نورة الأول ويعني ايه محور. المحور اللي احنا شايفينه قدامنا ده اللي هو ده، هو المحور عبارة عن الساق الذي يحمل النورات. يعني انا بالنسبة لي دي دلوقتي كده اسمها نورات. تمام. مين اللي شايل النورات دي كلها؟ مين؟ المحور. يبقى ده عندي اسمه محور اللي هو الساق يعني. تمام. يبقى المحور عندي ده الجزء اللي موجود من الساق اللي هو بيحمل الزهره عندي، بيحمل النورات. ممكن تكون النورات يا سنه تانيه بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، وممكن بص تكون جالسه كده اللي هي لازقه في الساق، بس واحده يمين واحده شمال. ممكن اللي هي تبقى طالعه شويه بفرع كده ويمين وشمال برضو، وممكن تبقى عامله زي المتفرعه اللي احنا شايفينها قدامنا. طبعا احنا مش عارفين الاسامي خالص، احنا بس عايزين نعرف النوره دي عباره عن مجموعه من الازهار بيحملها المحور اللي هو عباره عن جزء من الصوم. يبقى الزهره طالعه من ورقه خضراء، من الورقه الخضراء دي طالع منها برعم زهري، البرعم الزهري بعد كده بينمو وبيديني الازهار. الازهار دي عبارة عن مجموعة مع بعض بنسميها زهرة وزهرة وزهرة، بنسميها نورة، اللي هي النورة اللي موجودة دي بيحملها المحور، عبارة عن جزء من الساق بيحمل النورات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. تمام. احنا بقى عايزين نمسك الزهرة ونبدأ بقى ناخدها بالتفصيل، ناخد تركيبها وبتتكون من ايه، ويا ترى فين اعضاء التكاثر، سواء الاعضاء الذكرية او المؤنثة. عشان نتكلم عن الزهرة يا سنة تانية، هنقول إن الزهرة دي في أول تركيب ليها، لو إحنا مسكنا زهرة كده أهي قدامنا وبدأنا إن إحنا نشوف الأعضاء بتاعتها، أول حاجة كده لما بنيجي نمسك الزهرة بنلاقي حتة هنا خضرة كده تخينة تحت قبل الزهرة خالص. تمام. وفي العنق اللي إحنا بنمسك منه الزهر اللي عامل زي الساق. تمام. العنق ده أهو، وده عبارة عن الحتة التخينة الخضرة اللي تحت الوردة اللي إحنا بنمسكها. تمام. الجزء المنتفخ التخين من تحت دوت اسمه التخت. يبقى الازهار بتتكون لي من عنق زي ما احنا شايفينه كده قدامي، عنق رفيع بينتهي بجزء منتفخ بنسميه التخت. طبعا بعد كده التخت ده بيحمل كل الاوراق اللي هي الخضراء شويه وبعديها الملونه اللي احنا بنشم ليها رائحه زكيه. تمام. يبقى انا عندي اول حاجه الزهره بتتكون من عنق رفيع بينتهي عندي بالتخت اللي هو الاخضر دوت اللي قبل ما نبدا الزهره. بعد كده في اوراق خضراء اللي هي الاوراق اللي بتبقى مقفوله على الزهره وحاميها من جوه، بعد كده بتبدا تتفتح الزهره ويطلع منها بقى سواء لون احمر اصفر على حسب الالوان بتاعتها، وجواهم بقى اللي هي اعضاء التكاثر اللي هي بنسميها سواء بقى كانت الزهره مذكره او مؤنثه او الاثنين مع بعض. دي بقى بنسميها المحيطات الزهريه. تمام. يبقى انا عندي دلوقتي عرفت ان الزهره بتتكون الاول من بتتركب من العنق، العنق فيه جزء منتفخ فوقيه شويه بنسميه التخت، التخت ده اللي بيحمل كل الورق بتاع الزهره بنسميه المحيط الزهري. تعالوا ناخد بقى المحيط الزهري ده بالراحه كده ونعرف المحيط الزهري ده يا ترى بيتكون من ايه.
التخت عبارة عن جزء منتفخ في نهاية الزهرة بتترتب عليه جميع المحيطات الزهرية اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي. المحيطات الزهرية دي عبارة عن 4 حاجات يا سنة تانية. لو أنا جبتهم من بره الزهرة كده، هبدأ بحاجة اسمها الكأس، وحاجة اسمها التويج، وحاجة اسمها الطلع، وحاجة اسمها المتاع. بصوا كده، احنا قلنا الحتة اللي احنا بنمسك منها الزهرة دي اللي هي العنق، تمام؟ وفي جزء منتفخ كده أو تخين شوية وجامد شوية هنا كده بنسميه التخت. بعد كده بنبدأ نشوف الورق الأخضر ده، تمام؟ ده اسمه الكأس، تمام؟ طبعا عامل زي الكاس، وجواه الزهور دوت اللي بيبقى بره خالص الزهرة، حتى قبل ما بتتفتح بيبقى هو اللي ايه قافل على الزهرة، تمام؟ طبعا مش ورقة واحدة خضرة، ده ورق كتير خالص، ادي ورقة وادي ورقة وادي ورقة. فأنا عندي هنا ممكن أقول عليها الورقة الخضرة الواحدة دي اسمها سيبيلا. فأنا ما عنديش ورقة واحدة خضرة بس، ده أنا عندي ورق كتير، فعشان كده بقول دي سيبيلات. يبقى أنا عندي الكأس اللي هو الورق الأخضر ده بسميه كله على بعضه كده كأس. طب كل حتة فيه أو كل ورقة خضرة فيه بسميها إيه؟ بسميها سيبيلا. يبقى الكأس ده عبارة عن السيبيلات اللي موجودة الخضرة. بعد كده بنشوف الورق الملون، سواء بقى الأحمر أو البمبة أو الأصفر، الورق الملون دوت اللي بتبقى ريحته جذابة شوية، ده بنسميه التويج، وده تاني واحد، تمام؟ يبقى انا عندي اول حاجه الكأس، وبعد كده التويج. احنا قلنا الكأس دوت عباره عن الورق الاخضر اللي موجود هنا دوت بنسميه السبلات، والتويج دوت عباره عن الورق الملون شويه فبسميه بتلات. يبقى الكأس عباره عن سبلات، والتويج عباره عن بتلات، تمام؟ نيجي بعد كده حاجه اسمها الطلع، وهنتكلم عنه بالتفصيل بعد شويه. الطلع اللي هو موجود هنا دوت اهو، بنلاقي كده زي حاجة رفيعة خالص كده اهي، تمام؟ وبعد كده حاجة اسمها المتاع اللي احنا شايفينه الأصفر دوت وطالع منه جزء من أعلى، تمام؟ ده بالنسبة لي اسمه المتاع. يبقى أنا عندي المحيطات الزهرية اللي بيحملها التخت عبارة عن 4 محيطات زهرية، الكأس والتويج والطلع والمتاع. يبقى أنا أي زهرة عندي سنة تانية طالعة من إبط ورقة بنسميها القنابة، تمام؟ الزهرة عندي بتتكون من اول حاجه فيها بتتركب من العنق، والعنق دوت فيه جزء منتفخ هنا كده بنسميه التخت. التخت دوت بيحمل كل المحيطات الزهريه الاربعه اللي موجوده في الزهره اللي هي الكأس والتويج والطلع والمتاع. تعالوا بقى ناخد واحده واحده كده من المحيطات الزهريه دي ونتكلم عليها. يبقى احنا قلنا الكأس ده اللي هو الورق الاخضر اللي بنسميه سيبلات، والتويج اللي هو الورق الملون اللي بنسميه بتلين. تعالوا بقى ناخد الكأس كده واحدة واحدة ونشوف بيعمل ايه في الزهرة؟ هل ليه فايدة؟ طب بيتكون من ايه؟ هنعرفه كده واحدة واحدة بالتفصيل. أول حاجة الكأس سنة تانية زي ما احنا شايفين قدامنا كده، تمام؟ خلاص، اللي هو الورق الأخضر اللي موجود هنا كده في الزهرة. ده يعتبر أول محيط من الأوراق الزهرية، عشان كده بنقول إن الكأس ده المحيط الأول من الأوراق الزهرية، لأن أنا عندي 4 محيطات زهرية، تمام؟ الكأس ده يعتبر الأول من الخارج من بره. إيه تاني؟ قلنا إن هو بيحيط بالزهرة من الخارج، هو اللي بيحمي الزهرة من بره، تمام؟ إيه كمان؟ إحنا لسه قايلين دلوقتي إن هو بيتكون من أوراق خضراء، الورق الأخضر ده قلنا سميناه إيه؟ سيبلات. يبقى دي سيبلة ودي سيبلة، فكلهم على بعض اسمهم سيبلات. يبقى أهم حاجة سنة تانية عندي الكأس بيتكون من اوراق خضراء تسمى سيبلات، عشان بعد كده احنا هنعرف الكأس ده بعد كده اهميته ايه، اللي هي حماية الاجزاء الداخلية للزهرة قبل تفتحها. طبعا كلنا شفنا قبل كده ان في ازهار قبل ما تتفتح بتبقى متغطية كلها من بره كده بالورق الاخضر ده، وتبدأ واحدة واحدة تتفتح، احنا لما الاعضاء التكاثر بتاعتها تكون جاهزة. مين بقى اللي بيحمي الاوراق دي كلها اللي جوه؟ اللي هو مين؟ الكأس اللي هو عباره عن الورق الاخضر اللي هي السبلات اللي موجوده خارج الزهره. يبقى المحيط الاول اللي هو الكأس، تمام؟ ده بيحيط بالزهره من الخارج، بيتكون من اوراق خضراء بنسميها سبلات، حمايه بتعمل على حمايه الاجزاء الداخليه للزهره قبل تفتحها. المحيط الثاني اللي هنتكلم عنه سنه ثانيه اللي هو اسمه التوني. قلنا الكأس بتكون من مجموعة من السبلات لونها أخضر، أما البتلة دي اللي هي البتلات اللي بتكون منها مين؟ التويج. يبقى التويج دوت عشان أتكلم عنه أعرف الأول إن هو تاني
محيط من الأوراق الزهرية، يبقى المحيط التاني من الأوراق الزهرية. قلنا أهم حاجة فيه إن هو الأوراق بتاعته لونها إيه؟ ألوانها زاهية، الألوان اللي إحنا بنشوفها دي، وكمان الريحة بتاعتها زكية، وبنسميها بالبتلات. يبقى أنا عندي التويج أوراق بتاعته مش خضرة زي الكأس، لا دي ملونة وزاهية الألوان وكمان لها رائحة زكية. بنسميه إيه الورق الملون دوت سنة تانية؟ بتلات، يعني كل ورقة ملونة بنسميها بتلة. طب يا ترى التويج ده أهميته إيه؟ ليه ريحته جميلة قوي كده وأوراقه ليها لون زاهي؟ ليه؟ عشان حاجتين اتنين. أول حاجة بيقوم بجذب الحشرات، لأن الأوراق بتاعته مبهرة وزاهية ورائحته زكية، فبيعمل على جذب الحشرات. رقم اتنين إن في أعضاء تقاصر موجودة جواه، فهو بيعمل على حمايتها، يعني كل حاجة موجودة في الزهرة من بره بتحمي الجزء الداخلي. الكأس كان بيحمي المحيطات الزهرية التانية كلها، أما التويج بيحمي مين بقى؟ بيحمي أعضاء التقاصر اللي موجودة جوه، اللي هي سواء كانت مذكرة أو مؤنثة. يعني زي ما احنا شايفين كده، الورق الأخضر سميناه سبلات، والورق الملون سميناه بتلات، وعندنا اللي هم أعضاء التقاصر اللي موجودين جوه دول، مين بيحميهم بقى؟ التويج. يبقى هو بيحمي أعضاء التقاصر اللي موجودة في النبات من جوه، وكمان بيعمل على جذب الحشرات. هنعرف دلوقتي بعد شوية كده جذب الحشرات دوت ليه أهمية ولا لأ بعد كده في الزهرة. تالت حاجة بقى هنبدأ نتكلم عن أعضاء التقاصر المذكرة والمؤنثة. أول حاجة هناخدها حاجة اسمها الطبع. طبعا احنا قلنا إن المحيطات الزهرية عندي 4 محيطات زهرية، أول حاجة الكأس، وبعدين التويج، تالت حاجة عندي اللي هو المحيط التالت بنسميه الطلع. طب الطلع ده شكله عامل ازاي؟ الطلع عندي عبارة عن خيط رفيع كده، وفيه في آخره جزء منتفخ بس بسيط، تمام؟ طب الجزء ده كله بنسميه ايه؟ خيط، والجزء المنتفخ دوت بنسميهم ايه؟ بنسميهم أسدية. يبقى أنا عندي الطلع بيتكون من مجموعة من الأسدية. طب تعالوا نعرف الأسدية دي أصلاً عبارة عن ايه؟ السودال واحدة سنة تانية فيها خيط رفيع زي ما احنا قلنا كده، ده الخيط، والجزء المنتفخ اللي فوق ده بنسميه المطبق. يبقى احنا عندنا دلوقتي الطلع بيتكون من حاجة اسمها سودا، تمام؟ وسودا 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 اسمهم أسدية مع بعض. السودا الواحدة بتتكون من ايه؟ بتتكون عندي من خيط رفيع واخر جزء منتفخ بسيط هنا كده، تمام؟ ده اسم المطبق. يبقى انا عندي الجزء المنتفخ دوت اسمه مطبق، وعندي الخيط الرفيع ده اهو موجود، والخيط والمتق مع بعض هم اسمهم السوداء. طبعا الطلع ممكن بيتكون من كذا سوداء، عشان كده بنقول بيتكون من عدد من الأسدية، تمام؟ يبقى انا عندي الطلع بيتكون من الأسدية، والسوداء الواحدة فيها خيط وفيها متق، تمام؟ الخيط تمام اهو. طب المتق ده عبارة عن ايه؟ ايه المتق ده اصلا؟ المتق ده سنة تانية بيتكون من فصين زي ما احنا شايفينه قدامنا كده، ده فص اهو وده التاني، يبقى بيتكون من ايه؟ من فصين، وكل فص فيه حجرتين، تمام؟ يعني احنا لو جينا شفنا المتج ده من جوه هنشوفه بالشكل ده، تمام؟ فصين اتنين زي ما احنا شايفينه كده، وكل فص فيه حجرتين اتنين. طب يا ترى الحجرات اللي جوه دي جواها ايه؟ جواها حاجة اسمها حبوب اللقاح. يبقى اهم حاجة بقى في الطلع ده ان هو بيطلع مين؟ إنتاج حبوب اللقاح. يبقى كل أهمية الطلع عبارة عن إنتاج حبوب اللقاح، ويبقى دوت أعضاء مين؟ التسكير في الزهرة. يبقى الطلع هو أعضاء التسكير في الزهرة. تاني، أنا عندي المحيط التالت اللي هو الطلع. الطلع دوت بيتكون من أزليه كتير، السودال الواحدة عبارة عن خيط ومتق. لو جينا شفنا المتق كده هيبقى عبارة عن حجرتين، كل حجرة فيها غرفتين، كل غرفة فيها عدد من حبوب اللقاح. يبقى أهم حاجة في الطلع إن هو أنتج لي حبوب اللقاح، وهيبقى دوت عضو التسكير في مين؟ في الزهرة، وبنديله الرمز ده كده عضو إيه؟ التسكير عندي. أهمية الطلع إنتاج حبوب اللقاح. زي ما قلنا بالظبط، الكأس كان بيتكون من مجموعة من السبلات، دي بتحمي أجزاء النبات الزهرة قبل تفتحها، والتويج دي عبارة عن الورق الملون اللي هو بيحمي الأجزاء الداخلية بتاعت الزهرة اللي هي الطلع والمتاع. الطلع برضو بيتكون من مجموعة من الأندية، والسودال الواحدة بتتكون من المتق والخيط، والمتق عندي بيتكون من حجرتين، كل حجرة فيها غرفتين بتحتوي على حبوب اللقاح. آخر محيط عندي اللي هو اسمه المتاع.
المحيط دوت هو المحيط الرابع من الأوراق الزهرية، وزي ما احنا شايفين كده لو أنا جيت اتكلمت عن الزهرة، في عندي العنق أهو، والتخت موجود عندي أهو، تمام، دوت التخت، وهنا عندي العنق، تمام، وعندي الأوراق الخضراء ديت اللي هي الكأس اللي بنسميهم سيبلات، وعندي الملونة اللي بسميها بتلات اللي هو التويج، بتكون من مجموعة من البتلات. بعد كده خدنا الطلع اللي هو بيتكون عندي من المتق ومن الخيط، يبقى ده عندي متق، تمام، وده خيط، الاتنين دول مع بعض بنسميهم سدا، والسدا ديت الأندية كتير مع بعض بتكون لي حاجة اسمها الطلع، تمام، دي كلها كده السدا بتكون لي حاجة اسمها الطلع، والطلع دوت عرفنا اللي هو ايه، عضو التفكير في الظهر. طب يا ترى المتاع دوت بقى هيتكون من ايه؟ عندي المتاع اللي هو المحيط الرابع من الأوراق الزهرية، الورق بتاعه بقى بنسميه قرابل، يعني أنا عندي المتاع بيتكون من مجموعة من القرابل، مفرد قرابل ايه؟ كربلة. طب تعالوا بقى نشوف الكربلة دي عبارة عن ايه؟ لو احنا جينا شفنا الرسمة اللي قدامنا دي سنة تانية، شايفين دي كده؟ المتاع اهو، تمام؟ بتكون من حاجة اسمها كربلة. طب يا ترى الكربلة دي اللي هي ايه؟ أول حاجة بتتكون، لو احنا جينا شفنا كده هنا أنبوبة مجوفة تشبه القارورة، زي قارورة المية أهي بالظبط، الجزء المنتفخ ده من تحت أهو وطالع بجزء فوق، تمام، يبقى أنا عندي جزء منتفخ كده يشبه القارورة، ده بنسميه المبيض، تمام، يبقى أول حاجة الانتفاخ اللي موجود هنا دوت ده المبيض، تمام. طب المبيض دوت يا ترى جواه إيه؟ جواه حاجة اسمها البويضات، زي ما قلنا الموتج ده جواه حاجة اسمها حبوب اللقاح، هنا الانتفاخ اللي موجود دوت اللي هو المبيض جواه بويضات. طبعا المبيض دوت بيتصل بأنبوبة زي ما احنا شايفين كده، الأنبوبة دي بنسميها قلم، تمام، يبقى عندي مبيض وبعدين مرتبط بأنبوبة بنسميها القلم، والأنبوبة ديت ليها فوهة من أعلى هنا كده بنسميها الميسم. يعني أنا عندي المتاع بيتكون من القرابل، والقربلة الواحدة فيها مبيض وقلم وميسم وميسم. المبيض والقلم والميسم دول بيكونوا لي القربلة اللي هي بعد كده القرابل الكتير هتكون لي المتاع، وده بيبقى جزء التأنيث في الزهرة وبنديله الرمز ده، يبقى دوت عضو ايه؟ التأنيث في الزهرة. زي ما خدنا الطلع كانت أهميته إن هو ينتج لي حبوب اللقاح، أكيد المتاع يا سنة تانية جواها بويضات، يبقى هتنتج ايه؟ هتعمل على إنتاج البويضة، تمام. يبقى أنا عندي دلوقتي المحيطات الزهرية الأربعة، الكأس والتويج والطلع والمتاع، عرفنا إن الطلع هو عضو التفكير والمتاع هي عضو التأنيث. والطلع عندي بيتكون لي من الخيط والمتق اللي هما بيكونوا السدا، والمتق بيحتوي على حبوب اللقاح. أما المتاع ده بيتكون من الكربلة اللي هي فيها مبيض وقلم وميسم، والمبيض هو اللي بينتج لي البويضات. ده بالنسبة عندي للمحيطات الزهرية اللي موجودة في الزهرة. طبعا أنا عندي في زهرة ممكن تبقى مؤنثة، ممكن تبقى مذكرة، ممكن يبقى فيه أعضاء التذكير والتأنيث مع بعض، فبنسميها زهرة خنثى. طب الزهرة اللي عندنا ديت اللي بنسميها الزهرة النموذجية عبارة عن إيه؟ دي الزهرة اللي موجود فيها الأربع محيطات الزهرية، فيها طلع وفيها متاع وفيها كأس وفيها تويج. يعني أنا لو جيت بصيت كده على الشكل اللي قدامي ده، لو جيت أبص كده في سبلات، يعني في كأس، مش السبلات دي بتكون لي الكأس، تمام، في عندي البتلات أهوت اللي هي البتلة اللي لونها ملون، دي بتكون التويج، تمام، بعد كده عندي الخيط والمتق اللي بيكونوا لي السدا، ودوت يعتبر مين؟ طلع اللي احنا قلنا عليه مين؟ عضو التسكير، تمام. عندي بعد كده المبيض والقلم اهو، وده الميسم، دي كلها بنسميها الكربلة اللي بعد كده هتكون لي مين يا سنة تانية؟ المتاع. والمتاع دوت قلنا عليه اللي هو عضو مين؟ التأنيث في الزهرة. يبقى الزهرة النموذجية هي الزهرة التي تترتب أوراقها في أربع محيطات زهرية اللي هي الكأس والتويج والطلع والمتاع. يبقى أنا لو لقيت قدامي زهرة فيها الأربع محيطات عندي الزهرية، هقول إن الزهرة دي تعتبر زهرة إيه؟ نموذجية، تمام؟ يبقى أنا دلوقتي عرفت مكونات الزهرة. الزهرة عندي بتتكون من التخت والجزء المنتفخ بالأسفل، وبعدين بيحمل جميع
المحيطات الزهرية سواء الكأس أو التويد أو الطلع أو المكان. قلنا الكأس عندي أهميته الأوراق الخضراء دي اللي اسمها السبلات بتحمي الأجزاء الداخلية للزهرة، أما التويج اللي هي البتلات الأوراق الملونة دي بتجذب الحشرات وبتحمي أعضاء التكاثر. الطلع هو عضو التسكير وبيتكون من مجموعة من الأجزية، والسوداء بتتكون من الخيط والمتك، والمتك بداخله حبوب اللقاح. أما هنا عندي المتاع بيتكون من مجموعة من القرابل، والقربلة الواحدة فيها المبيض والقلم والميسم، والمبيض عندي بينتج لي البويضة. هنقسم بقى الأزهار عندي سنتانية من حيث جنس الزهرة لنوعين. في عندي زهرة بسميها زهرة خنثى اللي هي بيبقى فيها ثنائية الجنس، بتبقى مذكرة ومؤنثة مع بعض فبنسميها خنثى. النوع الثاني من الأزهار بنسميها زهرة أحادية الجنس. زهرة ثنائية الجنس سنة تانية دي اللي بتحمل أعضاء التسكير والتأنيث معا، يعني لو جه قال لي الزهرة ثنائية الجنس عندي معناها إيه؟ معناها إن الزهرة دي بتحمل أعضاء التسكير والتأنيث مع بعض. أما اللي هي أحادية أو وحيدة الجنس دي الزهرة التي تحمل أعضاء التسكير فقط أو أعضاء التأنيث فقط، يعني يكون فيها تسكير يا تأنيث. الأعضاء دي أو الأعضاء دي ما ينفعش هما الاتنين مع بعض، لو الأعضاء موجودين مع بعض هتبقى دي الزهرة خنثى. تعالوا بقى ناخد كل زهرة كده ونتكلم عنها بالتفصيل. الزهرة عندي اللي هي الزهرة الخنثى زي ما احنا شايفينها هنا كده سنة تانية أهي، أعضاء التكاثر فيها مين؟ برافو، في عندي ده موجود طلع تمام، فيها كمان أعضاء التأنيث اللي هي مين؟ المتاع. يبقى أول ما أشوف عندي أعضاء التكاثر اللي هي الطلع والمتاع اللي هو عضو التسكير وعضو التأنيث مع بعض، فبقول إن الزهرة دي زهرة خنثى فبديها الرمز ده تمام. ده عندي أعضاء التسكير أو أعضاء التأنيث ديت في الزهرة الخنثى. أكيد المحيطات الزهرية هتبقى فيها قد إيه؟ أي زهرة نموذجية بيبقى فيها الأربع محيطات زهرية. عندي الكأس أدي واحد تمام، التويج اللي هي الأوراق الملونة أدي اتنين، عندي الطلع تلاتة، عندي المتاع أربعة. كده موجود أربع محيطات زهرية، عشان كده بنقول له عدد المحيطات الموجودة اللي هم أربعة، موجود الكأس والتويج والطلع والمتاع. تعالوا بقى نشوف أمثلة ليها كده، أمثلة الأزهار الخنثى اللي هي عندنا التوليب والباتونيا والورد البلدي وعباد الشمس والبسلة والقطن والكتان، دي كلها بتحتوي على أعضاء التسكير والتأنيث مع بعض اللي هم الطلع والمتاع اللي هم عندي في الزهر. كده كده أي زهرة لازم يكون فيها كأس وتويج تمام، كان فيها طلع ومتاع مع بعض هتبقى خنثى، يبقى فيها كده الأربع محيطات الزهرية مع بعض. طب الزهرة المذكرة بقى، الزهرة المذكرة لو جينا شفناها كده سنة تانية بصوا فيها عندي الكأس موجود، أي زهرة بيبقى فيها الكأس وإيه تاني والتويج. جينا نشوف هنا لقينا موجود مين بس؟ طلع فقط، يعني أعضاء التسكير فقط تمام. هل في هنا مبيض وقلم وميسم؟ مفيش، يبقى الزهرة دي زهرة إيه؟ مذكرة. عشان كده بنقول إن الزهرة دي فيها الطلع فقط، يبقى عدد المحيطات الزهرية بتاعتها كام؟ ثلاث محيطات زهرية. طبعا عندنا زي النخيل والذرة والقرع، دي كلها تعتبر من أمثلة الزهرة المذكرة أو المؤنثة، ممكن تكون مذكرة وحيدة الجنس اللي هي مذكرة أو مؤنث. ممكن نلاقي نخيل مذكر، ممكن نلاقي مؤنث، الذرة ممكن تكون مذكرة أو مؤنثة. ليه؟ لأنها بتحتوي هنا على أعضاء التسكير فقط. طب لو زهرة مؤنثة، الزهرة المؤنثة هنلاقي فيها عندي الكأس موجود تمام، والتويج برضو موجود عندي، مين اللي موجود هنا بقى؟ تالت واحد، تالت محيط اللي هو المتاع تمام. فهنا ليه هي مؤنثة؟ لأنها بتحتوي على المتاع فقط وفيها تلات محيطات زهرية زيها برضو زي النخيل والذرة والقرن. يبقى النخيل امتى يبقى مؤنث؟ لو احتوى على متاع فقط تمام كده. يعني لو جاء لي كده في سؤال مثلا يقول لي تعتبر زهرة النخيل زهرة وحيدة الجنس، ليه زهرة وحيدة الجنس؟ لأنها تحتوي على أعضاء التسكير فقط اللي هي الطلع أو أعضاء التأنيث فقط اللي هي المتاع. ده بالنسبة لسنة تانية لأنواع الأزهار. تعالوا كده نراجع اللي خدناه مع بعض. احنا خدنا النهاردة
عملية التكاثر، وقلت عملية التكاثر من العمليات الحيوية اللي يقوم بها الكائن الحي، بس هي ما بيعتمدش عليها ولا بتتوقف حياة الفرد عليها، إنما هي بتحافظ على النوع من الانقراض، تهدف إلى ضمان النوع والحفاظ عليه من الانقراض. خدنا بعد كده تركيب الزهرة، وعرفنا إن الزهرة بتتكون من كأس، وده عبارة عن أوراق خضراء اللي هي السبلات، والتويج عبارة عن الأوراق الملونة اللي هي البتلات. خدنا برضو أعضاء التسكير اللي هي الطلع، كل طلع بيحتوي على سداه، والسداه فيها الخيط والمتق، والمتق جواه حبوب اللقاح. أما أعضاء التأنيث اللي هي المتاع، والمتاع ده بيتكون من مجموعة من القرابل، والقربلة الواحدة فيها مبيض وقلم وميسم، والميسم عبارة عن فوهة مفتوحة، أما البويضات فتوجد داخل المبيض عندي، وهو مسؤول عن إنتاج البويضات. ده بالنسبة كده لتركيب الزهر. اتكلمنا برضو عن التكاثر في النبات، قلنا ممكن يكون التكاثر جنسي أو زهري، وده مسؤول عنه الزهرة. أما التكاثر اللاجنسي اللي هو الخضري، وده مسؤول عنه أجزاء النبات دون مين الأزهار. اتكلمنا برضو عن جنس الزهرة، وعرفنا إن ممكن تكون الزهرة خنثى إذا احتوت على أعضاء التسكير اللي هي الطلع والمتاع مع بعض. ممكن تكون مذكرة إذا احتوت على الطلع فقط، ومؤنثة إذا احتوت على المتاع فقط. خدنا أمثلة لأنواع الأزهار. نكون أنهينا مع بعض أول جزء من درس التكاثر في النبات. إن شاء الله هنتكلم الجزء الجاي بإذن الله عن التكاثر الجنسي وخطوات التكاثر الجنسي في النبات اللي كان بيقوم بيه مين؟ الزهر. أتمنى لكم التوفيق.